بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ثم ما بعد، سعيد بتواجدي بين ظهرانيكم في هذا الموقع الكريم. والواقع أنك طرحت علي سؤالا فعلا لا أقول مثيرا للجدل، ولكنه مثير للسخط لكافة الشرائح المغربية باستثناء بعض المؤيدين لما جاء في هذه الأغنية. أنا استمعت إليها الحقيقة أكثر من مرة، ولو سمحت أريد أن أتوجه بالكلام إلى هؤلاء الذين أيدوا هذه الأغنية، وأذكر منهم على وجه الخصوص صاحب قناة الشرق مكملين، اسمه هذا المصري. دائما عندما يختم برنامجه يقول الله غالب معتز مطر. هذا الرجل أنا أقدره حقيقة وأحب متابعته إلى غير ذلك، لكنه أخطأ خطأ فادحا عندما تبنى فحوى هذه، وأظن أنه ما استمع إلى الأغنية برمتها، لكنه فقط علم أن هؤلاء قد غنوا لصالح الثورة في مصر وطعنوا في السيسي في أغنية، فتبنى رأيهم وظن أن المغرب هو مصر. ولذلك أنا أوجه كلامي أولا للمؤيدين المغاربة وللمؤيدين من خارج التراب الوطني. أقول للمغاربة الذين أيدوا، أولا الفساد موجود في بلادنا وموجود في كل بلاد الله وإن على تفاوت، وكلنا مع المظلوم ومع المقهور وضد الظالم وضد القاهر، وكلنا مع التنمية وكلنا ضد الفساد وضد النهب وضد اللوبيات، لا نقاش فيه. المظلوم مظلوم ولا نقبل أبدا ظلم الظالم أيا كان هذا الظالم، لكن أن يقوم شباب، من المؤسف، وقد قال أحدهم واستمعت إليه قال بأنه كان سبب الأغنية أنه كان في حانة في خمارة يشرب الخمر يرقص يغني مع الباغيات، وخرج من الحانة في السيارة مع أصحابه ومعه كما قالوا الدرية والخمر، فاعترض طريقه الشرطة وأخذوا منه الفتاة وأخذوا منه الخمر والفلوس وما نعرف ياش، فانتقم منهم. فهل هذا هو الذي يدافع عن الأعراض ويدافع عن المظلومين والمقهورين؟ يعني هذا الشعب العظيم، هذا الشعب بما يئن تحته من مفاسد ونقائص وما أكثرها، هل يحتاج إلى هؤلاء؟ هل هؤلاء هم الذين يدافعون عن هذا الشعب وعن المظلوم وعن المقهور وعن الأستاذ المضرب عن العمل وعن ما أدري؟ هل هؤلاء هم شيء فظيع؟ ثانيا وهذا هو الأهم، أقول للمغاربة الذين ناصروا أو دافعوا على أغنية عاش الشعب، وأستسمح بين قوسين، أستسمح ملك البلاد وأقول له مباشرة يا ملك البلاد حفظك الله ورعاك، اسمح لي أن أذكر هذه العبارات من باب حاكي الكفر ليس بكافر، وهو يعلم حبي له وتقديري له. هؤلاء ذكروا في أغانيهم سادسهم كلبهم، أمير المدمنين، الخطاب للذين أي للمغاربة الذين أيدوا هذه الأغنية. هل يؤيدون أن ملك البلاد يوصف بهذا الوصف الشنيع البشع القذر الخسيس المنحط؟ أين الاحترام الواجب للملك؟ أين التقدير؟ أين الأدب؟ أين التأدب؟ كيف ثلاثة من الحشاشين يصفون ملك البلاد بهذا الوصف الشنيع الغاية في الشناعة؟ لذلك أنا لا ألوم هؤلاء الحشاشين بقدر ما ألوم الذين أيدوهم وهم يعلمون ماذا قالوا في أغنيتهم.
يصفون من، وزد على ذلك صاحب الكاسكيت الذي خرج يسب الشعب ويعلق على أغنية عاش الشعب ويقول بأن هذا الشعب منافق وهذا الشعب لا مبدأ له وهذا الشعب كذا وكذا، يعني ما قصر في سب الشعب. ليه؟ لأنه يقول هو من قبل قال رصاصة واحدة لرأس الحلوف وما في عاش الملك عاش أنا، أخذ سنة من السجن تحريض على قتل الملك، رصاصة إلى رأس الحلوف، يصف الملك بأشنع الأوصاف. ثم ومع ذلك أنا والله لا أدري هل هذه رحمة، هل هذه رحمة؟ يعني أنا أتساءل مع القضاء المغربي، هذا الذي يقول في ملك البلاد هذا القول، هذا تحريض على القتل. ولكن لا علي الآن بو كاسكيتا أو مول كاسكيتا يتبنى هذا القول نفسه ويتباهى به ويزيد عليه بأنه الملك هو رأس الفساد، رأس الأفعى ورأس الفساد، ويقول الدروج كان بنيهم من تحت بصح ملي كان بغيو نطيحهم كان نطيحهم الفوق بالرأس، رأس الأفعى. لذلك أولا استسمح جلالة الملك على هذا التعبير، وما كان لي ما كان ينبغي لي أن أقوله، ولكن تجنبا ودرءا للغة الخشب ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمى، il faut appeler un chat un chat كما يقول الفرنسيون. هؤلاء يجب أن يقفوا عند حدهم، هاد بو كاسكيطا والأخرين الذين يؤيدون، ينبغي يجب على الدولة أن تقف وقفة حازمة حاسمة، أي مطالبة وأي ريح وأي 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 رغبة، هؤلاء أبعد النجعة، هؤلاء يمشوا بعيد. أنا أعلم أن ملك البلاد سبحان الله يعني له من الرحمة ومن العطف ومن كذا وممكن أن يعفو أصلا من البداية، ولكن أقول للملك من حقك، هذا حقك وأن تعفو عن من شئت، ولكن نحن كشعب كمغاربة أحرار لا نرضى أبدا أن يوصف ملكنا بهذه الأوصاف، نحن لا نعفو ولا نسمح بكل وضوح. ينبغي أن على القضاء المغربي والعدل المغربي والعدالة المغربية وعلى الأمن المغربي أن يوقف هؤلاء الظالمين هؤلاء الفسقة عند حدهم حتى لا يتجاسر آخرون، وآخرون يتجاسرون الآن، واحد يحرق الراية، واحد يزطم على الصورة ديال سيدنا، واحد يقول لك أنا هذه الجنسية المغرب بخروا بها، واحد يقول لك أنا ما كاين لا بيعة ولا ستين ولا هم يحزنون. ماذا؟ اش حنا دولة ولا واش السيبة هذه؟ لذلك لا بد من الحزم والحسم مع هؤلاء المجرمين.